السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من احد الاخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عم اختار هذه السيارة اللي بعث لك عليها على اليوتيوب، جولف 4 محرك 14. انا مازلت كيف شاريها، ومن بعد ما اشتريتها من عنده قال لي راه بخار نتاع زيت هذا، قال لي عادي، قال لي غير الزيت ومن بعدين ترجع السياره ما فيها حتى عيب. غيرت الزيت قاعد البخار نفسه، هو ضعيف يعني بدايه نتاع بخار، مش قوي، هل مش قوي برشا. لان بدلت الزيت قاعد نفس الموضوع، ها هو ان شاء الله يبان. زاد بداية نحب يعني نشوف شنو المشكلة ونصلحها قبل ما يقصر وتطور الأمور. بالنسبة للزيت مش قاعد ينقص، قاعد نراقب فيه ما هوش قاعد ينقص. تو بعد ما سمعنا منه السؤال نعطوه الجواب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو أخونا هذا عنده جولف 4 1.4، جولف 4 1.4، إيسونس بنزينة. اشراها عنده مشكلة في أول ما اشراها، يعني وقت فحصها مع صاحبها شافوا الترنفيل هذا، شاف بلف التبخير أو البخار اللي خارج هذا من المحرك. صاحب السيارة سأل صاحب السيارة قال له يعني شنو المشكلة هذا، قال لا هذا ما في شيء، انت هذا غير الزيت وتوي يرجع عادي. طبعا هو صدق، لكن ما يعني وقت انت باش تسأل حد كيما هيك وانت هو قال لك يعني غير الزيت وما فيش حد، قال له ما مرحبا بك تفضل، هاي نمشي للورشة تو نغيروا الزيت من عندي، والسماح حتى كان ما شريتهاش السماح مثلا، نغيروا الزيت من عندي ونشوفوا. كان كلامك صحيح والدخان هذايا او البخار هذايا تنحى، يعني شريت السياره ما تنحاش، او مثلا راني باش نقصك في السعر ولا ما نشريهاش ولا. اما اذا كانك انت شريتها هيك وبعد تتكلم هذا ما عادش فيه فايده، لانك انت يمكن عجبك السعر هذا كموضوع اخر. انما باش يضحك عليك هو يقول لك يعني غير الزيت تو تنحى، يقول هون ناخذك انا معي للورشه وغير لك الزيت توا من عندي. كانت نحى، شفت العمليه شنو كيف تصير. ساعات الانسان راه ما يخممش وتصير حتى على الناس كلها، مش حتى عليك انت، تصير على الناس الكل. يصدق البيع، وقد يكون البيع يعني غشاش، وقد يكون بيع راهو نيته سليمه، مثلا قالوا له توا يتنحى الزيت هذاك، ومن برشا ناس تحصل. ولهذا انت توا ما عادش عندك حتى حل فيها. هذاك الترنفيل نتاع الموتور ما فيش حتى كلام، ما يصلحش، رد بالك تمسه. ما انت قلت هو ما ياكل الزيت ممتاز، ما ياكل الزيت صب له 10 40، امشي بها كيكا، ما تجيش بها، ما عادش تفوت، ما تفوتش بها 110 هذيك، لان حتى المحرك صوته فيه تكتيكه، يمكن حلينه قبل يعني مفتوح قبل ولا لا، الله اعلم. خليك كيكا معاها ما دامك شريتها، ولين تغير الموتور كامل هذاك، ما تصلحوش الموتور هذاك، رد بالك تمسه. لو حليته تحصل فيه، امشي بها هكاكا. بعد غيره في عقلك، هو توا مش خايب، باهي مادام ما ياكلش زيت يمشيك قد ما تحب. نقص له السرعه داخل عليك صيف بالاخص، رد بالك من الحراره، يعني المهم ما تنحلوش ترموستاتا ولا حاجه، الحراره خليها ديما الحراره في النص. نقص له السرعه وامشي بها هكاكا، وكو ما عندكش حل اخر، يعني غير ما تفكر باش تحل تعمل له حاجه، قلت خلينا نعمل له قبل ما لا فات الفوت سي هذاك، ما عادش فيه يعني حتى باش تحلو. باش تعمل باش تعمل ريفيزيون ما ينجحش، باش تعمل سيكبونات ما ينجحش، يعني ما كله ما ينجحش. يعني علاش؟ لان الموتور قديم ما تعرفش علاش فيه شنو اللي داخل فيه، باش تحلو انت باش تغير حاجه وتخلي حاجه ما تجيش.
الله غالب هذاك هو انت يعني صار ربي يخلف. كان انت خذيتها غالية وكان انت خذيتها رخيصة، وانا تقدر يعني بعد في عقلك تغير محرك وترتاح. والسلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه هي جولف 4 1.4 ثلاث بالب، انا كملنا لها موتور. شوفوا انتوا نفقدوا فيه ونشوفوا شنو احواله. شوفوا ما شاء الله، يعني ونستنوه حتى ينتخذ من روحه ونثبتوا فيه. شوفوه هنا ما شاء الله، يعني حتى الرينفلير باب التبخير يسموه، يعني شوفوا الماء نتاعها. يعني هنا طبعا وقت احنا نخدموها احنا باش ننظفوا الدنيا كلها يعني نصلحوا ونغلفوا الخيوط. شفتوهم، شوفوا الخيوط كيفاش نغلفوه، نغلفوا الخيوط ونغلفوا كل شيء، ما خلوا شيء. ننظفوا الدنيا كلها، ننظفوا الريزيتير، ننظفوا السيركوي نتاع الماء، ننظفوا كل شيء، ما خلوا شيء باش الكاكا تخرج السياره. هي تو مازلنا كي خدمناها اول ما خدمناها، راه تشوف فيها ما شاء الله ماشيه الحمد لله. هذا الخدمات اللي احنا نقدموها يعني خدمات خاصه، مش حاجه عاديه. خاطر الميكانيكي ينجم يركب ويمشي على روحه من غير ما يحط حتى شيء يعمل زيد، اما احنا نفقدوا كل شيء، ما نخلوا شيء. يعني كان فما ديريتو مش باهي نقولوا عليه ولا نبدلوه من عندنا، كان فما كولي كما هيك ولا حاجه، التنظيف ساعات نلقوا حتى تضيع زيت ولا حاجه نبدلوا له براويل، ما نخلوا شيء. نجيبوا له الماء الخاص نتاعها، هاي نجيبوا له الزيت الباهي طبعا على حسابه، الزيوت والماء على حسابه، الباقي كله ما نحسبوش عليه. ساعات ولا نخسروا عليها غير تغليف بركه، نخسروا عليها يجي 15 دينار تغليف. طبعا يعرفوا التوانسه قداش 15 دينار، مش كاكا، مش عاميه راهي في التركيب فقط، لا العاميه فما حاجات لازم الانسان يقرا على حسابها. هذيك اللي المهمه، مش هاو مثلا يسال على السوم يلقاه ما يساعدوش ولا حاجه يقول لك لا هاو جيت مكان اخر اخلص. لا شوف شنو ما بعد التركيب وفي التركيب وما بعد الضمان الجارانتي برشا حاجات. وزاد نشوفوا زاد هنا في التابلو الحراره عاديه، الار بي ام يعني يخدم مريقل كلها، يعني امورها يعني لاباس. العنبر الحمد لله يعني هكا ياخذها كيهزها مولاها يمشي هو مرتاح ما يحس بشيء. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.